اوكي، الارب عشان اجيب الماك ادرس للجهاز، وبعدين حكينا كيف بجيب الماك ادرس اي كمبيوتر، يعني الكمبيوتر اللي بيحكي عن الكمبيوتر لازم يعرف الماك ادرس تاعه اذا في نفس اللان، طبعا في نفس اللان. وبعدين حكينا عن الايثرنت والسويتشز وكيف تتعلم سيلف ليرنينج. بعدين حكي عن هاي السبنت والراوتر والسويتشز والهابز. أكم سبنت هون؟ أكم سبنت في هون؟ one سبنت هون. One submit. ليش هون في switch هدول slash 16؟ يعني وين ال network part هون؟ كم ال network part؟ أو شو هو ال network part؟ بالضبط 23.1، فهذول كلهم نفس الصبت. بينما هون أكم صبت فيه فهذا شو كثير شغلة واحدة يا حجوز شغلتين. كم صبت هون فيه؟ شو رأيكم؟ هون 3 صبت بالضبط. هون 3 صبت اللي قسمهم هو الراوتر، اللي قسمهم هو الراوتر، فكل جزء من الراوتر هو على سبنت مختلف. شوفين هاي سبنت لحال، هاي سبنت لحال، هاي سبنت لحال. هلا لو سألتكم هون لو 223131 بعت برودكاست مثلا دي اتش سي بي برودكاست، لمين بوصل؟ لكم جهاز بوصل؟ بس سؤال تو انترفيسز حكينا لهذا الجهاز تو، والانترفيس تاع الراوتر من هاي الجهة. بينما هون لو نفس الجهاز هذا بعت باكيت برودكاست لمين بوصل؟ لكم جهاز؟ أكثر لكلهم. هون بوصل لكلهم بالضبط، بوصل لكل الأجهزة. ليه؟ لأن هاي سبت واحدة، هاي برودكاست دومين واحد بنسميها، وكلهم هيوصلهم. السويتش ببعت إذا برودكاست ببعت الكل. أوكي، يعني ما بتفرج على الـ IP address أو إيش، بتفرج على الـ MAC address. الـ Virtual LANs هلأ ما بكون عندنا سويتش واحد عليه أكثر من department أو أكثر من نوع من users، ومرات حتى الدبات ما تكون مقسمة في أكثر مكان، فكيف ممكن أعملهم لوجيكالي نفس الجهاز نفس النتورك، أو إنه أقسم السويتش؟ هلا وين المشكلة هي اللي نحاول نحلها هون؟ إن هي السنجل. طبعا لو سألتكم هون قبل ما أقسمها هيك، لو جهاز هون بعت برودكاست لمين بوصل؟ بوصل للسيرفرز هون ولا لا؟ هذا الجهاز بعد برودكاست بوصل للسيرفرز هذول ولا لا؟ برودكاست بيوصل، بيوصل. ليه؟ لأن هذا سينجل دومين، سينجل سبنت، برودكاست دومين. فكيف احنا ممكن نقسم هاي النتورك ونستعمل السويتشز ما نستعمل الراوترز؟ فهاي بتيجي شيء اسمه فيرتشوال لانز. فأنا ممكن أجي أقسم بناء على البورت بالكمبيوتر السويتش، بناء على البورت أعمل هذول لان لحالها، فيرتشوال لان لحالها، هاي فيرتشوال لحالها، كأنهم حقا كأنهم مفصلات، كأنهم مفصلات. يعني إذا واحد عمل برودكاست أو رقم 2 هون عمل برودكاست، هذا الكمبيوتر عمل برودكاست لما يوصل حب أوصل لتسعة؟ yes or no. رقم 2 عمل على البورت 2 عمل برودكاست وصل لتسعة، حقا ما بوصلش.
يصير البرودكاست بس في اللان هذا، في اللان هاي. إذا 15 مثلا عمل برودكاست بس وصل باللان الأزرق، يعني الأزرق لان لحالها والأحمر لان لحالها، كأنهم مفصلات، كأنهم فيزيكلي حتى مفصلات، ثم هم لوجيكلي مفصلات. Virtual Virtual Switches. واضح فكرة ال Virtual Switch Virtual LAN. هلا كيف نعمل Routing بينهم؟ Routing يا إما بكون ال Switch بنسميه Layer 3 Switch بدعم Routing، أو بنستعمل Router، لأن يعني هلا صار LANs مختلفات. فالراوتينج بينهم بيتم عن طريق راوتر او عن طريق سويتش يكون يدعم لاير، يدعم الراوتينج. هلا اذا عندي هذا سويتش فيزيكال سويتش لحاله وهذا فيزيكال سويتش لحاله، هلا جزء من الشركه هون وجزء من الشركه هون، يعني واحد هون للسبع للثمانية هم، وعندهم هون كمان ثلاثة وأربعة ثلاثة وخمسة واثنين. فكيف ممكن أخلي هاي البارت من النتورك يحكي مع هذا البارت؟ يعني البرودكاست هون يوصل هون، الباكتس هون توصل هون بكل سهولة، يعني هاي سبنت واحدة وهاي سبنت واحدة. عندي أكثر من حل. هلا بالعادي كيف أنا سويتش بشبك مع سويتش؟ سويتش مع سويتش كيف بشبكه؟ عن طريق إيش؟ أي نوع من الكابل؟ عندك تو سويتشز. أنا شايف فرق. هذا الكمبيوتر اللي هون أعملهم كوبي. هلا هلا حطيتهم انا في نفس السبنت هدول بيحكوا مع بعض الست كمبيوترز ولا لا؟ بيحكوا مع بعض طبعا، بيحكوا مع بعض. اذا بفصلهم بفصلهم بالهيك، يعني هيك هيك بيحكوش مع بعض. أما إذا جبت أنا كابل وشبكته من بورت هون على بورت هون بصير يحكوا مع بعض، بصيروا يحكوا عادي، يعني كان في نفس السبنت. هلا هون السويتش هذا 3 و 2 3 5 هذول نتورك لحالهم، و 4 6 7 8 برضه نتورك لحالهم، بس هذول تابعين ل 1 ل 8 هون و 9 ل 15 هون. فكيف انا ممكن اخليهم يحكوا مع بعض؟ يعني الواحد يحكي مع الثلاث، انه بحط هون كيبل بسميه ترانك، بعرف هذا البورت على اساس انه ترانك بورت، هذا ترانك بورت يعني رقم 1 رقم 16 هون، وبصير ترانك بورت يحمل الترافيك، يعني ثلاثه بصير يقدر يحكي مع مين؟ استعمل ترانك بورت هذا. ثلاثه يحكي مع، هل بقدر ثلاثه يحكي مع تسعه؟ فكركم يس اور نو. ثلاثه مع تسعه بنفع، ثلاثه من اليمين مع تسعه من الشمال بنفع؟ فكركم ثلاث مع تسعة بينفع يحكي بهذه الطريقة؟ حكت لا بداش يحكي. بينما ثلاث مع واحد هون بقدر يحكي، أو مع ثمانية هون هون بس يقدر يحكي. يعني ثلاث بصير البارت هذا يحكي مع البارت هذا، والبارت هذا يحكي مع البارت هذا. يعني برودكاست من هذا الجهاز بيوصل سبعة مثلا يس اور نو؟ برودكاست من هون بيوصل سبعة ولا لا؟ نو.
برودكاست منها بوصل 5. يس هذه هي الفكرة، إنه البرودكاست هاي بصير وان دومين، أنا عامل الشبكة وهدول على دومين مختلف. هلا إذا بدك تحكي هاي الأزرق يحكي مع الأحمر بدنا إيش؟ شو الجهاز اللي بفيدنا هون؟ راوتر. بدنا راوتر ليش؟ لأن هدول سبنتس مختلفات، سبنت مختلفات، معناتها بدنا راوتر يشبك بينهم يعمل راوتنج. واضح الفكرة؟ هلا طبعا الإنترنت فريم بينفعش نستعمله نفسه، لأنه لازم نميز كل واحد، يعني كيف السويتش يميز ان هاي ترافيك مختلف عن هذا الترافيك. هلا بصير عندنا شيء اسمه 802.1 كيو فريم اللي هو هذا الفيرتشوال لانز، بنضيف هون قبل التايب بنضيف 2 بايت تاج ايدنتيفاير، وبعدين تاج كنترول انفورميشن اللي هي فيها الـ VLAN ID 12 بت VLAN ID. هلا الـ VLAN ID 12 بت، يعني كم لان ممكن يكون عندي؟ كم فيرتشوال لان يكون عندي؟ ممكن ماكسيمم 33، يعني 12 بت فيرتشوال 2 قوة 12 بالضبط، يعني احنا ممكن نعمل 4000 نتورك. طبعا في ارقام محجوزة بس انه بشكل نظري احنا ممكن نعمل 4000 لان. فأشياء تانية نفسها بس إنه نضيف عليها للإنترنت عشان نبين لأي لان. فهذا الكيبل بيحمل ترافيك لللان هاي واللان هاي، يعني two lanes two virtual lanes. السياس والإي بالمثال واضح. virtual lanes واضح فكرة virtual lanes. هلا احنا عاده بنشبك، لو سالتكم انا، لو سالتكم بالمختبر بالجامعه بالمختبر او شو الجامعه كم كمبيوتر فيها؟ مئات او ممكن وصل الاف. اه فكركم الكمبيوتر عايش على ايش مشبوكه هذه؟ يعني الكمبيوتر هاي كيف مشبوكه مع بعض؟ يعني مختبر نتاج مثلا كيف مشبوك مع بعض؟ switches بالضبط، مش routers، switches. زي هون الكمبيوترز بتنشبك على switches مش على router، هذا router هذول switches. يعني في الجامعة عندنا عدد كبير من switches بينما عدد routers قليل، عدد routers قليل، عندنا عدد switches كثير. هلا لما نشبك كمبيوتر عادي اوكي في المختبر مش بالطريقة هاي، شوية سيرفرز، بس لما نيجي نحكي عن جوجل وعن الفيسبوك داتا سنتر نتوركينج تختلف الامور. حتى او شو نحكي هون عن عشرات او مئات الاف الكمبيوترز نفس الداتا سنتر، بكون مثلا جوجل 200,000 300,000 كمبيوتر، مش 300 كمبيوتر، 300,000 كمبيوتر. فهدول كيف نشبكهم؟ وهلا المشكلة عندنا يعني في changes كثير، إنه في عندنا applications كثيرة، users عددهم huge، بدك reliable، بدك تعمل management و load balancing، بدك bottlenecks تبعد عنها. ف واحد من النتورك التقليديات هون بصير انه يكون عندي اكثر من ليفل هون، تير 1 تير 2 تبو فراك سويتشز. يعني هون السيرفرز مثلا 40 سيرفر ل 20 سيرفر مشبوكات مع سويتش نسميه تبو فراك سويتش، وهدول مشبوكات مع سويتش، والسويتش هذا مشبوك مع عدد سويتشز. هلا ليش هون بيعمل هيك بتركوا؟ ليش أنا قاعد بعمل كل هاي الكونكشنز هون؟ شو
شو الهدف فكركم نعمل كل هاي العدد من السويتشز اللي هون؟ هلا هون وضحت ليش ليش بالكمبيوتر بدي سويتشز، بس ليش ارجع اعمل ليفل هون ليفل هون؟ هاي الليفلز هنشوف انها بتساعدني يكون عندي اكثر من باث، اكثر من باث disjoint باث، يعني باثز مختلفات. مثلا هاي توبيجي من تاعت فيسبوك، عندهم شو اسمه spine switch وfabric switch في النت وfabric switches، هدول يعني interconnected بشكل كبير بالضبط للload balancing كمان. يعني هون لو نشوف هون مثلا رقم 11 انا ممكن اوصله بطريقين مختلفات، يعني هيك مثلا وهيك، هدول بيكون disjoint path، يعني باثز مش مدخلة بعض. ليش؟ عشان يكون redundant، بدك يعني redundancy هون عالي. ليش؟ عشان لو واحدة ما اشتغلتش كنت تاني شغالة، مش تانية عشرات شغالات. طبعا ليش نضطر تعمل اشي هيك؟ عشان نعمل مثلا load balancing. load balancing انه مش كل الترافيك بروح على نفس المكان. load balancing اللي عندنا huge number of innovative protocols هون، يعني أيام هاي كل فترة بيطلع بروتوكول جديد يحسن على الموضوع. يعني في عندنا مثلا remote DMA باللينك لاير، في transport لاير مستعمل ECN ومستعمل شغلات تانية، بالراوتينج hugely أو يعني بشكل substantial مستعمل أيام هاي SDN software defined networking. فهاي هي ال data center networking، مش زي ما بنعمل عادة في جوا الجامعة أو في جوا شركة، إنه بتشبك السويتشز على سويتش رئيسي، بعدين السيرفرز مشبكات مع حال السويتش، وعندنا هالراوتر أو أكثر من راوتر بيوز بس كلاد. هناك في عندنا حتى redundant باثز كثار. أوكي، هلا لو سألتكم هذا السيناريو بتفهموه مزبوط، جانا كمبيوتر شبكناه على هاي النتورك، هذا اللابتوب شبكناه هذا النتورك، يعني سواء وايرد أو وايرلس، شو رأيكم؟ شو أول بروتوكول راح استعمله؟ أو شو خلينا نحكي هيك، نشبكه نفتح البراوزر كروم نكتب www.google.com، شو البروتوكول راح تستخدم؟ هات نعدهم، شو البروتوكول راح تستخدم؟ شو أول بروتوكول بستخدمه؟ HTTP راح يستعمل 100% TCP IP 100%، إيش كمان؟ شو البروتوكول اللي بعطيه IP address مثلاً؟ افرض هذا الجهاز ما عندهش IP address، شو البروتوكول اللي بعطيه IP address؟ نعمل تكوين امتحان مفروض DHCP بالضبط. DNS لإيش ديما؟ مش لل IP بعطينا IP address بس لإيش؟ مش IP، أنا هذا كان شو وضعه؟ ال IP address الجهاز بيعطينا إياه ال IP address الجهاز، إذا ما عندوش IP address بيعطينا إياه DHCP، DNS بيعطينا IP address تمام؟ برضه هو بيعطينا IP address بس تمامين؟ مش بيعطي IP address لهذا الجهاز DNS، شو بيعطي؟ لا DNS يا جماعة ليش بعطينا؟ شو مستفيد من DNS؟ ما بعطينا الـ IP address تبع جوجل. هلا احنا ما بنعرف شو الـ IP address تبع جوجل، انت ما بتحفظه، انت حافظ www.google.com domain name mapping بالضبط. هلا انت حافظ www.google.com او facebook.com او ريتاج او اي شيء، بس انت مش حافظ الـ IP address تبعه. مين بعطيك الـ IP address تبعه؟ DNS. DNS ايش كمان؟ كيف يعني افرض هذا بده يحكي مع الراوتر هاد، اول شيء حكيت عن الدي اتش سي بي وحكيت عن الدي ان اس. الدي اتش سي بي شو بيستعمل في اللاير تحت؟ طبعا الدي اتش سي بي هو في الابلكيشن لاير تحت، شو بيستعمل في الترانسبورت لاير؟ دي اتش سي بي متذكرين يو دي بي اتش سي بي،
اوكي خلينا نمشي خطوه خطوه. Arriving mobile client بيستعمل DHCP، DHCP بيستعمل UDP. UDP ف encapsulated UDP بالإيثرنت طبعا بالديستيشن شو بيكون الديستيشن هون في الماك لاير. راح ما اعرفش الماك ادرس تاع السيرفر شو بعمل، شو بكتب هون DHCP شو بيكون الديستيشن. يكون جماعة if broadcast that بالضبط. فهيا يكون الإنترنت if that broadcast destination address، ما عندناش destination address أصلاً if that. تمام نأخذ منه الIP يعني بعمل دماكسين طلع على UDP DHCP بعمل لك acknowledgement بعطيك الIP address. هلا هو شو باخذ من هاي؟ هل ناخذ بس الاي بي ادرس ولا ناخذ شغلات ثانيه بالدي اتش تي بي؟ فبناخذ اكثر من شغله، ناخذ غير الاي بي ادرس، ناخذ الفيرست هاب راوتر والادرس اوف دي ان اس، يعني بعطينا الادرس تاع الدي ان اس سيرفر. يعني لو اشوف عندي انا في البيت شايفين هذا هو DNS وهذا هو DHCP server وهذا هو default gateway. مين هذول؟ مين DNS عندي؟ لازم يكون عندي DNS عشان ما اضطرش لكل request اطلع root servers ولا TLD ولا لازم يكون عندنا لوكال سيرفر. فاحنا عندنا لوكال سيرفر هو عندي انا سنت اوت هو نفس الشيء في البيت اللي هو هذا. مين هذا؟ هو هذا هو الراوتر، هو نفسه الدي اتش تي بي سيرفر، هو نفسه الديفولت جيت واي. يعني انا لما ابعت اي باكيت يطلع برا النتورك اللي هون بروح على الديفولت جيت واي. فهي هذه عندنا الاي بي ادرس بعطينا الدي اتش تي بي بعطينا فيرست هب First hub router اللي هو ال gateway والaddress of DNS server. هذول كلهم بعطينا إياهم من DHCP. فأخذنا من DHCP هاي الشغلات. هلا بدنا إيش بدنا نكتب جوجل www.google.com. فأول هلا إحنا فعلا نكتب نعمل HTTP. بس قبل ال HTTP ايش في DNS عشان اجيب ايش كامر؟ ليش DNS بدي اياه؟ شو بدي يعطيني DNS سيرفر؟ بدي يعطيني الاي بي ادرس تبع جوجل. فهلا اوكي هلا بعرف الاي بي ادرس تاع DNS، بعرف الاي بي ادرس تاع الدي ان اس، بس الاي بي ادرس لحاله بكفنيش عشان ابعت للدي ان اس ريكويست. بدي الماك ادرس تاعه. مين بعطيني الماك ادرس تاع الدي ان اس؟ بعرف الاي بي ادرس تاع الدي ان اس، انا بعرف الاي بي بدخل الماك. مين بعطيني مين البروتوكول اللي بعطيني الماك؟ من المره الماضيه هو الارب الادرس ريزوليوشن بروتوكول الارب. فنبعث ارب ريكويست ارب كويري رجعنا ارب ريبلاي ريسبونس. وهيك انا بعرف الماك ادرس لمين؟ للدي ان اس. بعد هيك ببعث الدي ان اس كويري توصل الدي ان اس سيرفر رجع لي الاي بي ادرس تاع جوجل. هلا بعد هيك عرفنا الاي بي ادرس، شو اول باكيت بعثت؟ طبعا ال HTTP اي بروتوكول بيستعمل؟ ال HTTP اي بروتوكول بيستعمل؟ اي بروتوكول بيستعمل ال HTTP عادة؟ تسبيه ل UDP
بالظبط مظبوط فيرجن 2 او فيرجن 1.1 او 1 اي بروتوكول بتستعمل تي سي بي. شو اول باكت في تي سي بي؟ اول باكت بيطلع من تي سي بي طبعا الهاند شيكينج اول باكت مذاكرينه اول باكت بيطلع من تي سي بي هو قاعدكم كل شيء تعرفوه سن حكينا اخر مره السن فشو برد عليه الجوجل سن بلس اك بعدين نبعث الاتش تي بي ريكوست بعد هيك نروح الاتش تي بي ريكوست الاتش تي بي ريكوست جوجل شو رجع اتش تي بي ريبلاي وهيك بوصل عندي صفحة جوجل واضح؟ واضح شباب؟ كم مرة ما عنديش الاي بي ادرس مين البروتوكول اللي بعطيني الاي بي ادرس؟ مش اسم الاي بي ادرس بعطيني الجيت واي والديفولت جيت واي واللي هي الفيرست هاب راوتر والدي ان اس سيرفر هو الدي اتش سي بي دي اتش سي بي بيستعمل يو دي بي يو دي بي بنحطه في باكيت طبعا ايثرنت بس الادرس بيلزمنيش فيها هاي لان الادرس هو معروف مسبقا هو برودكاست الادرس هو اف 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 برد علينا الدي اس سي بي سيرفر ب باك وبعد هيك بدنا الدي ان اس بس قبل ما نستعمل الدي ان اس بدي الار عشان اجيب الماك لاير ماك ادرس للدي ان اس للفيرست هاب راوتر لهذا المكان اللي حابعت عليه اولها اللي هو الديفولت جيت واي وبعد هيك بيطلع على الدي ان اس سيرفر اذا كان بعيد اذا كان قريب اوكي هو برد عليه وبعد هيك بنبعث اتش تي بي اتش تي بي بيستعمل تي سي بي اول باكت هو السن برد عليه بسن بلس اك بعدين اك بلس ريكوست برد عليه بال اتش تي بي ريسبونس واضحة الفكرة؟ I hope إنها واضحة، هاي رجعوها كثير فهموها هلا هاي بتفهم كل اللي حكينا عليه بالطول الفصل تقريبا شو البروتوكولز كلهم يعني كده تقريبا نجمع كل البروتوكولز اوكي فهيك احنا نكون خلصنا هذا الشابتر خلصنا هذا المادة حتى ايش الثاني بدي احكيكم عنه بهاي المحاضره اللي هو الوايرلس ليش احكي عن الوايرلس احنا نستعمل بالوايرلس نستعمل سيزما سي اي خلينا نحكي عن الوايرلس الوايرلس ممكن يكون انفراستراكشر يعني في عندنا اكس بوينت وممكن يكون انفراستراكشر ليس او نو اوف انفراستراكشر اللي هو مسميه حد بيعرف ايش بكتب كمبيوترين مع بعض بدون اكس بوينت شو بنسميه في الويندوز حد عمر جرب اد هوك غير الايثرنت ايثرنت بالكيبل اد هوك انه اد هوك بيكون بدون انفراستراكشر بدون اكس بوينت هاي بنسميها في الموبايل اد هوك نتوركس بالفيكل فهاي نوع من الاد هوك بالضبط فالوايرلس عنده كاركترستكس مختلفة عن الوايرد أول شيء السيجنال بالوايرلس تضعف يعني أنتوا أكيد تعرفوها أنت في البيت غرفة عن غرفة بيكون السيرفس عندك مختلف ولا لا أكيد جربتوها مش هيك الموبايل فون يعني في مرات بيجيك كون داتا عالية وما في داتا ريت واطي بحولك لا من 3G مثلا أو من 4G على إج في عنا انترفيرنس مع الديفايس الثاني حتى في ديفايس كثير بيستعمل 2.4 جيجا احنا غالبا بنستعمل 2.4 جيجا بالواي فاي وكمان 5 جيجا الأيام هاي
بس في ديفايس ثاني زي البلوتوث مثلا برضه بستعمل 2.4 جيجا، زيجبي مثلا بستعمل 2.4 جيجا. هذا ال 2.4 جيجا هذه بنسميها ISM band، اللي هي band بنلزمش لها license free band، ومش بس interference وdecrease the strength كمان عند multi path إنه بضرب السيجنال في محل ترجع. فهاي شغلات challenges. في عندنا إيش اسمه signal to noise ratio، سمعتوا فيه طبعا الكهرباء أكيد سمعوا فيه signal to noise ratio، قوة السيجنال بالنسبة للنويز. فكل ما يكون أكبر السيجنال يعني increase the power بتزيد signal to noise ratio، فالبيت error rate بينزل. هلا البيت ايرور ريت بالضبط الكوميونيكيشن بيت ايرور ريت، هلا بدك تشوفين هون مثلا كوام 50 او 16 او باي بولر فيس شيفت كينج، هدول كل واحد عنده داتا مختلفه. فخلال المشي يعني تشوفين السيجنال سيزيشن اعلى بيعطيك داتا ريت اعلى، مثلا 8 ميجا بت بير سكند عند مثلاً 30 signal to noise ratio، ولما ينزل بتضطر تروح على مكان تاني أنت بهدول. فهاي شغلات من challenges بال wireless، هو characteristics لل wireless. شغلة ثالثة إنه في شيء اسمه hidden terminal problem، إنه A ممكن يبعث ل B و C ما يعرف إنه B ببعث إنه A ببعث ل B. هل ممكن A يبعث ل B و C ما يحس بهذا؟ بصير ولا بصيرش؟ طبعا اذا بنرجع على الكمبيوتر العادي بالوايرد هون، لا حتى بالشارتر على شاب بالكمبيوتر بالنتورك العادية الوايرد، إذا A بعت لB هل C و D بسمعوا هاي؟ A بعت لB C بتوصل السيجنال هاي توصل لD و C؟ طبعاً توصل هون على الكيبل نفسه توصل. ليه؟ لأنها يعني 5 فولت هون 5 فولت هون تقريباً، عشان ما بنقدر نطول الكيبل أكثر من هيك، في ليميتيشن على الكيبل، فبكون واصل عشان يعمل كارير سنس. كيف يعمل كارير سنس؟ إنه يعرف إنه في حدا ببعد. هلا هون بالوايرلس ممكن A يبعت لبي وC ما يحس فيها. ليش؟ لأن السيجنال بتضعف، السيجنال ممكن توصل B بس ما توصل C. بالوايرلس بتصير، بالوايرد لا، الوايرد سيجنال تقريبا نفسه، سيجنال هون 5 فولت وهون تقريبا 5 فولت، هون لا، هون تكون سيجنال كبير كثير، باور عالي. انت لما تبعت اصلا تبعت اكس باور عندك، بس لما توصل في باور واطي. فهون ممكن سي ما يحسش فيها، ممكن طريقة هاي مثلا ما فيش حاجز بينهم، برضو اي ببعت لبي بس سي ما بحس فيها. هاي كاركترستكس. فكيف ممكن نشوف كيف بدي حل في الوايرلس؟ عندنا الواي فاي اللي هو 802.11، في اكثر من سرعه عنده، في اكثر بيعمل صوت لاكثر من ديستانس، اكثر من فريكوانسي، فكلهم بيستعملوا سيزما سي اي كارير سيز مالتيبل اكسس كوليجن افويدنس. عاده كنا Access point نسميها base station أو basic service set هاي نسميها ال access point، وممكن يكون بدون access point نسميها ad hoc. فهلا كيف نعمل channel association؟ أنت بتدخل تجيك signal من هاي من access point. طبعا في active وفي passive. passive انه دائما الراوترز بيبعثوا سيجنال بيكون بنسميها وبتوصلك وانت بتختار بدك اياه، او ممكن انت تطلب كلهم بعثوا لي بيكون. ف
فبيجيك البيكون وانت بتختار بعدين. هلا كيف نعمل مالتيبل اكسس؟ كيف تو كمبيوترز ممكن يحكوا في نفس، يعني عندنا شبكه فيها اكثر من كمبيوتر وبدهم يحكوا وايرلس. هلا هون الكوليجن ديتكشن صعب كثير. ليش؟ لانه احنا بنبعث بسيجنال قويه وبتوصلنا سيجنال ضعيفه، ما بقدر اعرف ان الداتا اللي بعتها هي هاي ولا لا. فهاي ترانسميشن سيجنال، ويك ريسيفنج سيجنال. فبنستعمل شيء اسمه كوليجن افويدنس مش كوليجن ديتكشن زي الوايرد. فكيف بتشتغل السيزما سي اي؟ بيسكلي بعمل سنس للشانل اذا ايدل لمده ديفس، ببعت داتا اذا كانت ايدل. اتس بيزي بدي اروح على باك اوف راندوم تايم، باك اوف راندوم تايم. بعدين الريسيفر نفس الشيء بوصل الداتا، ببعت اكنولجمنت بعد وقت اسمه سيفس اللي هو شورت. هلا كيف ممكن انا اخلي A يعرف C يعرف انه B مشغوله، مع انه A ببعث ل B بس انا بحكي انه B يحكي ل C انه B مشغوله. كيف بصير؟ نعمل ايش اسمه request to send. فانت اذا بتحكي مع الاكس بوينت تبعت اسمه request to send، مثلا A بعت request to send وB بعت request to send. اذا عملوا كوليجن برجع بعد باك اوف تايم. هلا بعد هيك سي مثلا ايه برجع ببعث هون ريكوست سند فبتزبط. فهلا الاكسس بوينت او النود اللي في النص هاي تبعت كلير تو سند. هلا كلير تو سند هاي بتوصل مين؟ لما الاكسس بوينت تبعت بوصل ل A و B ولا لا؟ اذا البي والاي بيحكوا مع الاكسس بوينت، هلا مش ضروري اي يحكي مع بي بس على الاقل الاثنين بيحكوا مع الاكسس بوينت. فلما الاكسس بوينت يبعث سيجنال، السيجنال هاي توصل للاي توصل للبي، فهي كلير تو سند. فبيعرف بي انه هو انه هو مش له البور وانه في حد ثاني قاعد ببعث، وحد الثاني هذا بكون حاط ديوريشن هون للتايم قديش رح يضل. بعدين بيبعث A الداتا، وبعدين بيعمل acknowledgement للX point فبيعرف B انه خلص A transmission، وبعدها ممكن يبعث داتا. هاي الطريقة اللي بستعملها بيكون collision avoidance الواي فاي. راح أوقف لهون. الوايرلس أنا بطلبوش عادة بس للمعلومات، carrier sense multiple access collision avoidance. حد عنده أسئلة استفسارات شباب؟ معناته أغلبكم اكتبوا لي أرقامكم الجامعية. مبدؤها W من تي إف W. الشغلة الثانية عندنا هلا إحنا كويز في 28 الشهر شباب. ف 26 الشهر بكون ديسكشن. 26 الشهر يوم خميس ديسكشن. ديسكشن لإيش؟ للشابتر 4. شابتر 5، شابتر 5 بكويز يوم السبت بالضبط. ف بكون عندنا ديسكشن لهذا الشابتر. هلا الاسبوع الجاي في عندنا ديسكشن للبروجكت. الديسكشن للبروجكت هلا بنزل لكم لينك شيت. دكتور اي يوم؟ الديسكشن ثلاث ايام راح يكون 23 24 25. انت بتختار وقت مناسبك. راح في كل يوم في تقريبا 20 سلوت او شيء هيك، فانت بتختار بدك اياه. يعني بنقدر احنا نختار اي يوم؟ اي يوم واي ساعه واي 10 دقائق بالضبط. انت بتيجي او جاهز بالمكتب عندي. مش اونلاين يعني؟ لا مش اونلاين، لانه بكون في 23 انا امتحان. اوكي، يعني انتوا بتختاروا 23 24 25. اونلاين شباب بدي تفتح الكاميرا شباب، تفتح كاميرا تفرجيني هويتك، هويتك الجامعيه او هويتك الشخصيه عشان اعرف انك انت الشخص. فيش مشكله. اريح اونلاين دكتور، عاد بنبين لك الهويه وبنبين لك كل شيء. اوكي
الجروب مع بعض انا بفضل، اذا مش ضابط واحد بيختار وقت لحاله. اوكي شباب، بكتب لكم هالاشياء هلا بس اخلص المحاضره. يعطيك العافيه. كل كتب الكويز يوم السبت، كل كتب رقم الجامعي الكويز يوم السبت. وافهموا البروجكت، بديش يعني يجي حدا مش فاهم البروجكت. الكويز كلها محسوبه. يعطيك العافيه.